الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير حبيب اله العالمين بالقاسم محمد صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما قد طال يا اهل الوداد غياب فمتى لركبكم يحين غياب ادمى البعاد جوانحي فكأنما وقع المصائب في الفؤاد حراب ناديتكم دهرا وما منكم أتى ناديتكم يا وما منكم أتى يا راحلين عن الديار جواب أفهل نسيتم بالديار عليلة يتيمة الحسين فاطمة العليلة أفهل أيتم بالديار عليلة تبكي دما منها الفؤاد مصاب وراحت تخاطب ربعهم وديارهم يا دار أين ترحل أحباب حسين مضى وأين سكينة أم أين عبد الله أين رباب قل أبو يكل تغيبون وبقبل الوطن وحدي مالي حيال فرقاكم ويذوب من الحزن كبدي يا أبو يا خلي لي عبد الله الطفل عندي عسائر يد وحشتكم ويسليني على فرقتكم اخاف أو 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 الطول غيبتكم وتضوي وتضوي دمعتي تجري اي اي وما ينقطع مجراها ظلت الدار موحشة عليها يا دار يا دار خليني أنوح ونوح وياي يا دار خليني أنوح حسن بواجي تطفي جمرة حشاوي والله يا دار كنت زهية بوالدي واهل الميامين وهسه صفويتي موحشة من عافك حسين يا دار عن حسين والله خبريني شوفي اين بك وتجري دموع عيني والله ماضي يا 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 بعد اليوم تشوف حسيان عيني انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم وهو يخاطب اعداءه الذين حالوا بينه وبين عياله يا شيعة ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا ترجون المعاد كونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون صدق امامنا الحسين عليه السلام الى ارواح علمائنا وشهدائنا وامواتكم والى روح المرجع سماحه السيد محمد حسين فضل الله نهدي الجميع ثواب سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد صلي على محمد محمد بسم الله انطلاقا من هذا النص المقدس لابي عبد الله الحسين عليه السلام والذي ورد ذكره في اكثر من مصدر تاريخي معتبر ذكره الطبري وذكره ابن الاثير في الكامل وذكره ايضا ابن كثير في البدايه والنهايه والاربلي وايضا البلاذري، مصادر كثيرة قد ذكرت هذا النص عن الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم. حديثنا باختصار في محورين. نذكر اليوم محورا وإن شاء الله في الليلة القادمة إذا أراد الله عز وجل نذكر المحور الثاني كي لا نطيل في المجلس. المحور الأول حول الرؤية الغربية والرؤية الاسلامية لمفهوم الحرية. والمحور الثاني هو حضور مبدأ الحرية في نهضة الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله غداً نتناول هذا المحور بالتفصيل. حضور مبدأ الحرية في نهضة الإمام الحسين صلوات الله عليه. اما فيما يتعلق بالمحور الاول هو مقدمه حقيقه مهمه وانا اريد ايضا ان الفت انظار الشباب الى ضروره التعرف على المفاهيم وفقا للرؤيه الغربيه ووفقا للرؤيه الاسلاميه لان الكثير من المفاهيم حقيقه تترتب عليها مواقف تترتب عليها سلوكيات تترتب عليها ايضا اشياء لعلها تحدد مصير الانسان في الحياه تحدد مصيره في هذه الحياه وايضا تحدد مصيره في الاخره فهم المفاهيم والاطلاع عليها هذا في غايه الاهميه الحريه في المفهوم الغربي عرفوها على انها قدره الانسان على تحديد مصيره بنفسه وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من المنبثق عن الثورة الفرنسية عرّف الحرية على أنها حق للإنسان في أن يفعل ما يشاء دون أن يضر بالآخرين أيضا هناك تعريف أخطر من هذا لجون بول سارتر يقول الحرية هي المقوم الذاتي للإنسان، يعني الإنسان بدون حرية ليس بإنسان، يعني مثل ما نحن عندنا أن الإنسان هو حيوان ناطق والناطقية هنا يعني القدرة على التفكير، يعني الناطقية الذهنية أنه حيوان مفكر سارتر يقول لا يقول المقوم الذاتي للإنسان هو الحرية والأخطر من ذلك ما جاء به جون ستيوارت ميل جون ستيوارت ميل في كتابه حول الحرية يقول أن الإنسان بإمكانه أن يتنازل عن كل شيء إلا حريته نعم يتنازل عن قيمه يتنازل عن انسانيته يتنازل عن دينه عن كل شيء عن ممتلكاته الا ان يتنازل عن حريته لذلك لاحظ ان الغرب اخذ يؤله هذا المفهوم ويفخمه ويعظمه ويقدسه وهذا حقيقه ضمن الرؤيه العلمانيه وضمن الرؤيه الليبراليه العلمانيه ايها الاخوه في بدايه نشاتها في بدايه نشاتها هي فصل الدين عن السياسه او فصل السياسه عن الدين الدكتور عبد الوهاب المسيري عنده كتاب جميل جدا انصح الشباب بالاطلاع عليه عنده كتاب لطيف اسمه العلمانيه الجزئيه والعلمانيه الشموليه يقول كانت العلمانيه في القرن السابع عشر الميلادي هي فصل الدين عن السياسه اما الان في العصر الحديث وفي الفكر العلماني الحديث وفي الفكر الليبرالي لا ان المراد هو فصل الدين عن كل مناحي الحياه ولذلك تجدهم يعطون لكل شيء حق باستثناء خالق السماوات والارض فلا حق له هذا الفارق هم عندهم الان مولانا الاصل شنو؟ الانسان هو محور الكون الاصل عندنا شنو؟ ان الانسان هو خليفه الله وان محور الكون من؟ هو الله عز وجل الله محور الكون لذلك عندهم اي تشريع يستند الى رؤيه دينيه او سماويه هذا ممنوع لذلك البعض عندما يقول فصل الدين عن السياسه شنو يعني فصل الدين عن السياسه يعني اي تشريع لا ينبغي ان يستند الى رؤيه دينيه الى رؤيه سماويه من هنا ياتي مفهوم الحريه عندهم يأتي مفهوم الحرية ولذلك يسوِّقون هذا المبدأ بشكلٍ قسري ومن هنا يُناقضون أنفسهم بأنفسهم يسوِّقون هذا المبدأ اليوم يفرضون معاهدات واتفاقيات على الدول بأن بأن يلتزموا بالحرية وفقًا لرؤيتهم هم وليس وفقًا لرؤيتنا نحن لذلك بعض بعض البسطاء فكريا وثقافيا انساقوا وراء هذه المفاهيم واخذوا يروجون لها يروجون للحرية وفقا للرؤية وللمفهوم الغربي لذلك أخذوا ينتقصون من التراث والقيم والمنظومة الفكرية والثقافية الاسلامية. اليوم تلاحظ هناك حرب حقيقة على القيم والمثل والمنظومة الثقافية والمعرفية الاسلامية اليوم. اليوم عندنا حرب قائمة حرب ثقافية حقيقة. فتن ثقافية اليوم تطرح هنا وهناك ولذلك يحاولون مولانا الانتقاص من الذاكرة المجتمعيه نعم ينتقصون من قيمنا وايضا مفاهيمنا وما جاء به القران الكريم وما جاء به النبي صلى الله عليه واله واهل بيته حقيقه هذه كلها هي تشكل شنو الذاكره او ذاكره الامه او ذاكره المجتمع فعندما تستهدف قطعا سوف يكون هناك تاثير على السلوك وسوف يكون هناك تاثير على الافعال لذلك الحريه عندهم يسوقونها بشكل قسري تفرض قسرا اليوم لا بد ان تؤمن بما يقرره في الغرب من افكار ومن مفاهيم ولا تستبعد في يوم من الايام يقولون لك ان الحق مع يزيد وليس مع الحسين عليه السلام ان الحق معي يزيد ليش احد الدعاه يقول جرى حوار لي مع بعض الغربيين حول القضيه الحسينيه جرى لي حديث معهم يقول فقلت من اين ابدا معهم من اين ابدا يقول قلت ابدا معهم من قول الامام الحسين عليه السلام لوالي المدينه عندما عرض عليه البيعه قال له يزيد رجل فاسق شارب للخمور قاتل النفس المحرمه ومثلي لا يبايع مثل يقول قلت بيني وبين نفسي اذا قلت لهم ان سبب خروج الحسين عليه السلام على يزيد لهذا الغرض فسوف يعترضون عليه ويقولون هذه حريه شخصيه يزيد يشرب الخمر هذه حريه شخصيه معلن بالفسق يعني شنو يعني يشيع اجواء الفسوق والفجور والغناء وفعلا هذا ما صنعه يزيد يقولون هذه حريه شخصيه والحسين يريد ان يمنع ممارسه هذه الحريات راجعت نفسي قلت هؤلاء سوف يجعلون الكرة في ملعب الإمام الحسين يقولون أن الحسين هو المعتدي لأنه يريد أن يمنع الحريات الشخصية يقول لكن بعد ذلك اداركت الأمر فعلا قلت لهم أن يزيد اختصب الخلافة أخذ الحكم قسرا وأراد أن يجبر الحسين على ان يخضع لحكومته ولزعامته بالاكراه ويزيد ايضا كان عنده فساد فساد اداري فساد مالي يقول عند ذلك استطعت ان اقنع هؤلاء بهذه الطريقه لهذا معرفه ما يفكر به الآخر ضروري جدا معرفة ما يسوقه الآخر ضروري جدا ولهذا اللاحظ أن البعض يحاول أن يعبث في المنظومة الفكرية للأمة في المنظومة القيمية والأخلاقية للأمة لأن هذا يساعد على انهيارها ويساعد أيضاً على استسلامها وإحنا حقيقةً نلاحظ ان الاسلام لا يمنع الحريه بالعكس لكن الحريه في الاسلام هي غير الحريه في المنظور الغربي، المنظور الغربي يعطي الحق لكل احد الا الله عز وجل، لكن الحريه في الاسلام تبدا من حيث عبوديه الله عز وجل. يقول ابو عبد الله الحسين ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوا عبدوا وإذا عبدوا استغنوا بعبادته عمن سواه أيضا تلاحظ هذا الفكر التوحيدي الخالص هذه ال... هذه الثقافة التي تريد من الإنسان أن يرتبط بالله مباشرة شوف مناجاة الإمام الحسين عليه السلام ولا إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبك نصيبا لهذا بدايه الحريه عندنا هو ان يتحرر الانسان من كل العبوديات باستثناء عبوديه الله عز وجل ان يتحرر من عبوديه ال الشركاء لله وكذلك أيضا أن يتحرر من عبودية الذات يتحرر ألا ينطوي الإنسان حول ذاته ألا يتمحور حول نفسه لأن الإنسان إذا تمحور حول ذاته وحول نفسه سوف يستخف بكل من حوله ويستسهل عليه كل شيء لذلك الحرية الغربية اليوم تحاول أن تصدر لنا هذه الثقافة ثقافة حب الذات وثقافة الفرد على حساب الجماعة وعلى حساب المجتمع نعم الفرد إلى حقوقه من حقه أن يكون له طموحا أن يكون له ما يريد ولكن ضمن الضوابط وضمن الحدود الشرعيه، لهذا نلاحظ ان معاويه معاويه حاول ان يستهدف ان يستهدف ثقافه هذه الامه وفكر هذه الامه وقيم هذه الامه، حاول ان يعبث حقيقه بذهنيه المسلمين. علي بن ابي طالب عليه السلام هل يجد احد اي خطا أو أي عيب في مسيرته وفي حياته ما ممكن علي يعني هو علي سلام الله عليه كيف هو علي بن أبي طالب حاول معاوية حقيقة أن يعبث في المنظومة الفكرية والقيمية للأمة من خلال تشويه صورة علي بن أبي طالب عليه السلام يقول هاشم المرقال وهو من اصحاب امير المؤمنين في يوم صفين راى احد الشاميين يرتجز وفي ارجوزته مدح لمعاوية والنيل من علي سلام الله عليه والانتقاص من امير المؤمنين فقال له هاشم المرقال يا هذا هون عليك ماذا تقول؟ هذا علي بن ابي طالب هذا اول المسلمين هذا علي شهد بدر وشهد احد هذا علي يشهد له يوم الخندق قال لقد بلغني ان صاحبكم لا يصلي لذلك لا تستغرب اليوم من هذا التعتيم الاعلامي وهذا التضليل استهداف حقيقه استهداف للموروث الثقافي استهداف للقضيه الحسينيه لان اذا استهدفوا القضيه الحسينيه خلاص يقول لك احنا راح شنو راح نضعف همه الشباب بعد ما حد يصير عنده همه اسقاط الرموز تضعيف الرموز في الاذهان اسقاط القيم الانسانيه بعد لا يبقى شيء لذلك ابو عبد الله الحسين لم يجبر احد حقيقه لم يجبر احد على ان يخضع لامامته كما ان رسول الله لم يجبر احد على الخضوع لنبوته انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الامامه كذلك الامامه لا تجبر لا تؤخذ قسرا والا لأقام لا رسول الله صلى الله عليه وآله قوة عسكرية خاصة تأخذ البيع لعلي يوم الغدير بالقوة تأخذ البيع لعلي بالقوة وإنما لا ما كان إلا أن يأخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه لأن هذه قضايا حقيقة موطنها القلب موضحها القلب الإيمان بالإمامة هذا موضوعه القلب حقيقة والقلب لا يمكن أن تفرض عليه شيء دون اختياره المساحة الحرة الوحيدة في هذا الكون هو القلب قلب الإنسان لهذا الإمام الحسين سلام الله عليه حتى عندما أراد الخروج من المدينة لم يلزم أحد بالخروج معه ما ألزم أحدا، وإنما ترك الخيار لهذه الأمة. من لحق به استشهد، ومن تخلف لم يدرك الفتح. كان صريحا وشفافا. كان هناك إنسجام حقيقة بين بين مكنون نفسه وبين ظاهري شعاراته وكلماته ومواقفه، انسجام تام ما هناك أي تخلف في هذا الأمر لهذا عندما عزم على الخروج من المدينة بعد أن رفض أن يبايع قسرا وكرها بعد أن رفض تلك الأجواء غير الحرة التي حاول بنو اميه فرضها على الامام الحسين وايضا ما اراد ان يبقى في مكان هو لا يتحرك فيه بارادته وبحريته ما اراد ان يبقى مرغما في مكان يفقد فيه ارادته ويفقد فيه حريته لذلك عزم على الخروج من المدينه ولكن قبل خروجه ذهب لتوديع قبر جده رسول الله ودع قبر جده ثم بعد ذلك لا بد من توديع قبر الزهراء بين قبري ومنبري روض من رياض الجنه ما معقول الامام الحسين يترك المدينه دون ان يعرج على قبر امه فاطمه عليها السلام كاني به وقد احتضنه ذلك القبر يقول هي أم انا ماشي انا ماشي وفاطمه عندك وديعة هذه الطفله حقيقه كسرت قلب الحسين عليه السلام كانت حمل ثقيل ها على عاتق الامام الحسين عليه السلام ها بعد ان زار الزهراء سلم عليها يما انا ماشي وفاطمة عندك وديعة فوق المرض ما تحتمل هضم فجيعة مكسورة الخاطر وحالتها فضيعة وهون علي الموت من تنظر إليّ قل هي يما ارد خبر وري وريهي أَيْدَنِّكَ تعذريني تعذريني يما بيوم عاشر يما من يذبحوني يما ياهو اللي يغمض عند الموت عيوني وياه ليرد الخيل لو داست عليّ الله اكبر يقول لها يما عطشان تذبحني العدا يا يما يعني عطشان عطشان اي قلها عطشان تذبحني العدا يا يما عطشان عريان يما عريان وما لي غسل ولا كفان أي أي وجسمي على الرمضة وراس بعالي الأسنان آه أجركم الله جاء أبو عبد الله الحسين وهيأ ركبه وأعده للمسير وحوله أهل بيته ومن أراد الخروج معه من أهل المدينة صاح ارشد يا حوادي وسير وتقدم على ضعوني هيها تصبر على الضيم وعلي يا 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 تغمض عيوني ولن صوت العليله تصيح يا اهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني عليكم يعمن عيوني اجركم الله أبي حسين خذني معك شوف لاحظ يوم يوم أب لا يريد أن يأخذ طفله معه لمصلحة يراها الأب إذا أراد أن يخرج في أمر ما ولا يرى مصلحة من اصطحاب طفله أو طفلته هذا الطفل يظل يتمسك بأبي حقيقة يقول له أبي خذني وياك أنا أساعدك أنا أحمل معك حاجياتك أنا ما أذيك هاي فاطمة العليلة هكذا ها تمسكت بأبيها يدقل أبوه يا أبوه يأخذوني وياكم أسرج الخيال أبوه يا وياكم أسرج الخيل وأحط فراشكم لأهوى دليل قل لابوي الدار وحشه وحشه والله ابويا الدار وحشه والله ابويا الدار وحشه تهدم الحيل سلاه الحسين هداها وعدها بان يرسل لها أخبارها أو أخباره بأبي وأمي عند ذلك رحل ذلك الضعن وظلت هذه الطفلة منطويها على أحزانها يا ويلي يا ويلي والله مشعنا لضعن لضعان وظلت فاطمة بشدة والله مشعنا لضعن لضعان فاطمة بشدة يا أيوة وقعدة على الدرب تنطور والراح اجت نشدة والله شو وقت يرجع أبو يحسين أيوة وحط خد على والله شوكي آيه 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 ترجع ابو يحسين واحط خد على خده وشيلن على صدري عبد الله وشوف وانا يم ظلت هذه الطفلة على أملها أن يعود إليها أبوها الحسين عليه السلام ظلت على أمل أجركم الله إلى أن انقطع الأملها عندما سمعت بالناعي على الحسين سمعت ببشر بن حذل جاء على الحسين يقولون خرجت هذه الطفلة تسألها نعم تريد أن تلحق بالناعي مريضة ما تقدر وهذا كان أيضا يمشي بسرعة لا ينتظرها إذ قل يناعي يناعي هوني يي 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 ادق يا ناعي هون بممشى وغواك ما بي على ممشاك علي يلو والمرض هدني نقل لي يا ناعي ريض بهونك أنشدنك وجاوبني ما بيا على ممشاك علي الى أي والمرض هدني عندك عليم عن حالي لو مالك بحالي اخبار بني من انت اخبريني انا اللي راحوا عني وعافوني بهاي الدار يسيح الدمع من عيني وبضلوعي تشب النار ماذا يقول لها بشيرها تركت جواب للعقيله زينب التقت بعمتها عمة زينب أين أبي الحسين أين عمي العباس أين إخوتي عم أنا كنت أهيئ البيت يوميا ها تعرفون إذا واحد كان ينتظر عزيز عند عزيز مسافر ها وينتظر قدومه شوفة يومياً يهيئ البيت يومياً يعدله تقلها يا عم بيد البيت عدلت وفرشت ولا ويجاني يجاني ولا ولا عم شفته قالوا ابوك حسين عود من سفرته لا وين يا عم واشوف انك حزينا ادق وي 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 شرد خبرك ما تشوفين ما تشوفين يا عم بالهضم ردينا ومحزني عن هلك ايسي ولا بعد عنهم تسئلي راحوا ضحايا بكربله واحنا نسبيانه بعد ها هذا سؤال مهم ما متوقع هذه الطفله ها كلهم يروحون ما حد يبقى منهم تقيلها يا عم والطفل وين يا عم بلر احبن وشم, 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 وشم يا 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 بل يرد وحشت هلي والقلبي اضم وروحي تهويد والقلبي يفتر ونينا تقلها يا عم نصبيت المهد وعيوني على الباب نصبت المهد قلها يا عمي نصي نصبت المهد وعيوني على الباب اخذ اخي بس قليل توصل الغياب واحطنه ولبسنه حلو الثياب اش ما يا عمي اشمح له يا عمي من نحط عيني بعين اجركم الله ظلت هاي الطفلة ها تذكر اباها الحسين تدخل وين الى داره تجلس في محرابه ها تستحضر هيبته تستحضر منظره صورته اه يا ظلمت الدنيا عليا آه يا بويا ظلمت الدنيا عليا آه يا بويا و قبالي <سؤال> أه يا بويا انظري المحراب خالي أه يا بويا انت ودلالي، اه يا حزني يا الناس اعذروني، اه يا حزني الهواش مدللوني، اه يا حزني مشوا عني مشوا عني وضيعوني والله هيها ها الملاقى بعد هيات يعود الغايب ويرجع الْمَغَاتِ والله قضى او قضى يا تجلب الحسرات يا هنا فراقكم فراقكم ومطر القلب طار يا الله الهي باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم انصر عبادك المرابطين على حدود هذا البلد وفي فلسطين يقاتلون عدوك وعدو نبيك وعدو الإنسانية جمعاء اللهم انصرهم نصرا عزيزا وثبت أقدامهم واشحد أسلحتهم إلهي ارحم شهداءهم يا الله وعافي جرحاهم اللهم وفق الأخوة المؤسسين والعاملين على هذا المجلس المبارك وجميع الحاضرين لما تحب وترضى اللهم اقضي حوائجهم ويسر أمورهم وعافي مرضاهم يا الله طالب حاجة اللهم اقضي حاجته بحق هذه الأيام المباركة إلهي ارحم علماءنا الماضين برحمتك الواسعة ولا سيما الله العظمى سيد محمد حسين فضل الله اللهم ارفع درجته يا الله واجعله مع جده الحسين في أعلى عليين الهي نسألك ان ترحم موتانا جميعا وان تبلغ ارواحهم وارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الايمان واموات المؤسسين والى روح المرجع السيد محمد حسين فضل الله والى روح الامام الخميني ثواب سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد